المغترب اللبناني ما في شيء بشجعه انه يجي على البلد، كل شيء عم يوصل بوسائل التواصل الاجتماعي او على اخبار ما بتبشر بالخير، انه او تلوث او اخبار الامن الفلتين او عجقه السير او الغلا، غلا النايت لايف، غلا الاوتيلات، غلا المطاعم، كل شيء غالي، غلا المسابح، انه شو بده يجي يعمل بلبنان؟ ما في شيء بشجع. وحتى اللي اجوا بخبوك عم ميت مصيبه، او بدفعون مثلا البلديه عن بيت صار لهم 100 سنه مش ساكنين فيه، او الميكانيك تبع السياره صار له 10 سنين مصفوفه، او عليك مي مكسوره من سنه ما بعرف قديش. انه وهول القصص ليتصلحوا بدهم شغل كتير لقدام، لانه كل شيء عنا بلبنان بده وقت ليتصلح ويمكن ما يتصلح. مش هون المهم، المهم اذا مش قادرين نعمل شيء بهول المواضيع فينا نعمل شيء بالنسبه لشركه الميدل ايست، انه رخص التيكت. مش رح تفرق كتير معهم الميدل ايست، يعني اذا رخصوا هالتيكت شوي ما كل الشركات ارخص منها، انه اقل شيء تشجع يعني المغترب اللبناني يجي على القليله بالصيفيه، لانه عائله كبيره بتفرق معه، شاب تلميذ جامعة بتفرق معهم، ويمكن نستفيد انه يرجعوا يحنوا ويرجعوا يعيشوا هون بلبنان. انه انا بعتقد انه اقل شيء بتقدر تعمله الميدل ايست انه بالصيفية تشجع السواح والمغتربين انه يجوا على لبنان وترخص سعر هالتيكت. معلش بتحمل التيكت انه تكون ارخص.